سنتريس حتى شنو سنهار. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم في اخبارنا والمحطه الاولانيه من اخبار الساحل باش تكون في طبلبه من ولايه المستير. اخبار الساحل في زوم 73. احنا من بكري نحكيو على الوضع الصحي، نحكيو زاد على مدى التزام العبيد بالبروتوكول الصحي، مدى التزام العبيد باش انه يحافظ على روحه ويحافظ على صحته. لكن ديما نلقاو فما شكون هكا يخرج على السياق، وديما نلقاو شكون اللي نجم يتسبب في كارثه لا قدر الله اذا كان ما يطبقش البروتوكول كوم الفو. اليوم مش نحكيو على مواطن مصاب بفيروس الكورونا والتحاليل نتاعو ايجابيه وطلب انه يتم عزله في داره، وهذا يظهر لي ممكن تم بعد نرجع للتفاصيل نشوفه، الا انه خرج قبل ما تطلع التحاليل الاخرانيه باش نشوفوا اسكو الفيروس مازال موجود والا لا. خرج يقضي، خرج يدور، ويظهر لي تجول في ارجاء المدينه الكل. احنا خلينا ناخذ التفاصيل مع عند مدام ايناس بوشهده رئيس لجنه الصحه ببلديه طبلبه. صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بك مدام ايناس، اهلا وسهلا بك. يظهر لي كان تعطينا شويه تفاصيل على المواطن هذا اللي خرج يدور في طبلبه وهو مازال حامل للفيروس. باهي خلينا من الاول من نعملوش حاله هلع، خاطر البارحه يكفي حاله الهلع اللي صارت في طبلبه. هو الحقيقه احنا نقولوا مثال باش خلي هكا نسمعوا بحاله في المدينه باش نرجعوا شويه نكسروا احنا شويه، خاطر صار نوع من التراخي، فما شويه استهتار. كيف نسمعوا هكا فما حاله نوليو نلتزموا ونوليو نضبطوا شويه. باهي الحاله اللي هو معناتها شخص كان في الخارج وعدى ايامات في الحجر الصحي الاجباري، عدى تقريبا شهر، التحاليل نتاعو مازالت ايجابيه ولكن حالته النفسيه معناتها تقلق شويه خاطر طوالت المده، وطلب هو انه يقوم بالحجر الصحي الذاتي في الاجباري في المنزل نتاعو. قداش عدى في مركز الايواء وقداش عدى في دار؟ فوق شهر. فوق الشهر في مركز الايواء. فوق شهر فوق مركز الايواء، معناتها يعني مش نعطيه في الاعذار ولكن كل انسان يحط روحه معناتها في بلاصه. به فوق شهر في مركز الايواء وحب يخرج معناتها يعدي الحجر الصحي الاجباري في داره. كما نقولوا صح حاله روحه وخرج، خرج مدي ساعه نتاع الليل قلت البارح معناتها، وامس قعد في داره حتى منتصف النهار. منتصف النهار لبس الكمامه نتاعو وهز روحه في كرهبته وتعدى للمركز البريد. في مركز البريد معناتها تحول الى معناتها البلاصه اللي يعمل فيها تحويل الاموال، حول الاموال نتاعو وروح على روحه. فما شكون معناتها من المواطنين هما اللي اكتشفوا انه المواطن هذاك كان في الخارج وهما اللي اعلموا. هذاك علاش صارت البلبله وهذاك علاش خرجت الحكايه قبل ما معناتها ما يصير الاعلام عليها رسميا عن طريق حاليه الازمه او عن طريق لجنه الصحه. مدام ايناس، الانسان والا اي مواطن اذا كان يكون في العزل معناها في مركز ايواء المصابين بفيروس كورونا ويخرج ويحب يكمل العزل الذاتي نتاعو في داره، فما انت قلت صحح على روحه، الورقه اللي صحح عليها شنو فيها؟ فما التزام، فما انجاجمون يقوم به؟ يلتزم انه باش يشد الحجر الصحي الاجباري في المنزل نتاعو حتى معناتها تطلع التحاليل السلبيه نتاعو. عاده الناس اللي نجموا يخرجوا هم الناس اللي يكون عندهم زوز نتائج سلبيه بيناتهم على الاقل 3 ايام. وهو زوز نتائج ما همش سلبيين، الزوز هو عمل تحليل وخرج مثل ما استناش نتيجه التحليل، لكن يظهر لي التحليل نتاعو استنى نتيجه التحليل نتاعو في المنزل نتاعو. اما ايش نقول لك، راهو مانيش كيف كيما مانيش نبرر له، ولكن الانسان اللي يبدا يحس روحه لاباس يقول لك لا مش صحيح وين راهو لاباس، معناتها شيء معناتها يدخل في حاله نتاع انكار المرض، يدخل في الحاله نتاع الديني. هو كيما نقول لك مانيش نبرر له، اما زاد باش نقصوا حاله التشهير اللي صايره وحاله الهرس اللي قاعده تصير. راهو خرج لابس الكمامه نتاعو في طيارته، صحيح هو غلط معناتها ما نقولش، ولكن خرج لابس الكمامه نتاعو. الحمد لله البلاصه اللي مشى هي بلاصه المضيئه في طبلبه، مركز البريد الحمد لله من البلايص في طبلبه اللي شادين صحيح وملتزمين. اي معناها هو معناها تحب تفسر لي مدام ايناس انه ما احتك بحتى مواطن من اللي خرج من داره وحتى اللي وصل للبريد. سامحني مدام ايناس، مدام ايناس سامحني باش نتفاعل معاك شويه. انا هوني انتم سامحني مدام ايناس، انتم اللي وصلكم خاطر انتم ناس هما اللي بلغوكم انه الراجل هذا وصل لمركز البريد وكهو، اما هو هذا الكلام اللي وصل لكم انتم ما تعرفوش الراجل هذايا وين مشى في طبلبه. حكيتوا معاه انتم من بعد؟ صحيح جوستومون بعد ما صارت الحكايه واتصلوا بينا المواطنين، اول حاجه معناتها يتم الاتصال بالشخص المصاب ويصير معناتها فما زوز دكاتره اتصلوا به وعملوا تراسينج نتاع لي كونتاكت نتاعو الكل،
صار هذي في الدقائق معناتها على البلاصه معناتها مازال حتى هو ما وصلش للدار معناتها مازال ما وصلش من البوسطه للدار هو مازال ما وصلش وكلمته الدكتوره نوال بالقاسم وعملت التراسينج نتاع العبيد اللي اتصل بهم الكل والعبيد اللي اتصل بهم معناتها صارت معناتها اتصلوا بهم وقال لهم شقعد في الحجر الصحي الاجباري قداش من شخص تقريبا لحد الان ثلاث اشخاص مع الناس اللي تعامل معهم في البوسطه ثلاث اشخاص وفما شكون تو يتصل ويقول لأم وبوه نشوفهم في الشارع راهو هو في الدار ملتزم مع عائلته معناتها أم وبوك يشوفهم في الشارع مش اني باش نقوم نقول لهم ما عنديش حتى سلطة عليهم اني باش نحكم عليهم يكونوا في الحجر الصحي الإجباري ثم أطباء هما اللي حكاوا مع المريض وهما اللي حددوا المجموعة نتاع الناس اللي خالطوه والناس اللي تستحق انها تقعد في الحجر الصحي الإجباري والناس اللي باش تعمل تحليل معناتها باش ما نقوموش نهار في العيلة الكل وأنت كإنسان معناتها تحب تحافظ على روحك يا خويا تنجم تلبس الكمامه نتاعك تعقم يديك تحاول تبعد على الازدحام تبعد على الناس اللي 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 تشكوك فيهم الكل. بي فما عقوبات مدام ناس تترتب على الخروج هذايا قبل التحليل ولا ما نعرفش فما اجراءات يتم اتخاذها؟ القرارات خرجت البارح اللي هي خرجت البارح اللي هي قلنا معناتها من 100 ل 3 ملايين نزلت قرارات جديده هذه نتاع الكمامه من 100 ل 3 ملايين نتاع الكمامه نتاع الكمامه ايه قرارات اخرى معناتها ماهوش تابع مش تابعنا كسلطه معناتها هي القرارات محليه كبلديه ولا الحجر الصحي للناس اللي تتعمد انها تخرج وهي حامله للفيروس راهي تتعاقب هذاك تابع القضاء ماهوش تابعنا احنا وظيفتنا انه نحاولوا نطوقوا الحكايه نحاولوا نعملوا تاثير نفساني للعباد اللي بالطبيعه خافوا واللي حايرين شنو باش يعملوا وتأثير نفساني للمريض في حد ذاته وللعائلة متاعه وللناس المحيطين به نحاول أنه نستغلوا الحكاية اللي صارت معناتها نستغلوا أنه الحمد لله الحالة نجموا نطوقوها وأنه ما عندوش برشا يمات يدور وأنه ما مشيش برشا بلايص أخرين وأنه نجموا نعرفوا شكون هما لي كونتاكت متاعه أما زادة يلزم نرجعوا للي كنا عليها قبل نرجعوا للالتزام للغسل اليدين لارتداء الكمامة السيد هذايا مازال موجود في العزل الذاتي في داره ولا رجع لمركز الايواء في المستير؟ رجع لو احنا كيف تخرجوا انت من مركز الايواء على اساس انه هو معناتها واعي وملتزم باش داره ومن بعد تلقاه عمل ولو غلطه صغيره شو اللي ما عادش تعمل عليه ولازمك تجيبه قدام عينيك وتعص عليه فهمت معناتها رجع لمركز الايواء والناس اللي اختلطوا به تو هما في الحجر الصحي الاجباري الذاتي وبعد ثلاثة ايام باش يعملوا التحاليل نتاعهم. مدام ايناس ما تمش اتخاذ اجراءات قانونيه فيما يخص الشخص هذايا؟ انتم كبلديه ما فما اي فما كان نجم تقدموا شكايه لا مش كان البلديه ما تمش ايداع شكايه في حق الراجل هذايا على خاطر هو يعرف روحه حامل للفيروس وتعمد الخروج هذايا راهو قانونيا ممنوع معناتها يتعاقب قانونيا. هذيك وظيفه القضاء وظيفه سلطات اخرى ماهوش وظيفتنا احنا كبلديه باش نقوموا نعملوا. ثم كبلديه معناتها ما قدمتوش شكايه في الاطار هذا. لا لا ما قدمناش شكايه الحقيقه بالعكس اني معناتها حتى في لجنه الصحه هبطت على الصفحه قلت لهم راهو التشهير مش باش ينفع حتى واحد. شكايه ما تعنيش التشهير مدام راهو معناتها شكايه راهو على خاطر وقت الانسان يخالف القانون معناتها فما قانون في البلاد خاطر انت من قبيله تقول ما نعملوش حاله هلع في المنطقه والعباد لازمها تلتزم بالكمامات وكل صحيح انا نجم نلتزم بالكمامه نجم نلتزم بالاجراءات الوقائيه ولكن اللي في جنبي معناتها حامل للفيروس يعرف روحه اللي هو حامل الفيروس هذا ويتعمد انه يخرج من الحجر الصحي اللي في منزله معناتها راهو هذا فما الاصرار فما تعمد نعرفوا نجموا نراعيوا الحاله النفسيه نتاع شخص اللي يقعد شهر في حجر صحي في مركز ايواء باللي كونديسيون اللي موجودين في المراكز ولكن زيد سامحني اذا كان يتجاوز القانون وما فماش عليه مال علاش عاملينهم القوانين الردعيه للناس اللي باش تاخذ خطيه في حال ما لبستش كمامه والناس اللي تتعمد تخرج وهي حامله للفيروس تتفكر انت اول ما صار في الحجر الصحي راجل اللي في بنزرت اللي سافر لمارسيليا وفي حقه شكايه دونك معناتها ما نعرفش ما نخفوش برشا من اللي صار ماهوش حادثه عاديه مش كل يوم نلقاو مصابين يحوسوا في الشارع. ما قلناش حادثة عادية راه ما قلناش حادثة عادية بالعكس. اي معناتها ما نخافوش دونك لازم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة باش يتم ردع ناس اخرين تنجم تكون في نفس الحالة وعبيد اخرين تنجم تكون نفسيتها هشة. مدام جوست نكمل فكرتي لو تسمح ومن بعد نكمل على روحك. سامحني. يتم ايداع شكاية في الغرض والا
تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. منيش نحكي عليك أنت كسلطة محلية ولو أنه أنت طرف، معناتها تنجم تقدم شكاية البلدية، ولكن نحكي على كل الأطراف اللي قادرة أنها تقوم بالحاجة هذه. منيش قاعدة راهو ندعو باش يشكيو بالراجل، ليه، ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هالحالات باش نتجنبوا خروج ناس أخرين، خاطر تنجم تتعاود الحالة هذه في مناطق أخرى. منيش نحكي كانت بلبة، تنجم تتعاود. دونك باش نتجنبوا أنه الناس الأخرين ينجموا يعاودوا نفس الحكاية، لازمنا ناخذوا إجراءات قانونية، خاطر صحة الناس ماهيش لعبة. هذا الحمد لله مشى جوست للبوسطة باش يحاول أموال، ولكن كان ينجم بالحالة النفسية اللي أنت تحكي عليها يشارك في احتفالات وفي عروسات، يمشي للقهوة، يمشي للقهوة ويمشي للحمام ويمشي يقعد مع أصحابه. دونك معناتها ما نعرفش، هو الحمد لله هذا يخرجنا بأخف الأضرار، ولكن كنا نجموا نستناو كارثة لا قدر الله في المنطقة لو راجل هذا دار أكثر. وهكا زادة باش ما نحلوش الباب والفرصة للناس باش أنها تتهاون بالعملية هذه وتنجم، ما نحملوش مسؤولية زادة كان للمواطنين. البسوا أنتوما وأنتوما ردوا بالكم، حتى زادة الدولة وقت تعرف عندها مصابين ويمكن يتعمدوا يخرجوا كيف ما هكا، لازم تاخذ إجراءات في حقهم باش ما نقعدوش ديما نرميو الكرة للمواطنين. تفضل مدام إناسة. الحقيقة إنه العباد مش تلتزم إلا ما تكون فما إجراءات ردعية، والإجراءات الردعية أصلاً مازلنا ما نعرفوش حتى كيفية وما هيش واضحة. لا، فالإجراءات الردعية المتعلقة بالناس الحاملين للفيروس واللي يخرجوا، معناتها يتعمدوا إنهم يخرجوا، راه هذه موجودة من وقت الحجر الصحي الشامل، موجودة في الرائد الرسمي مانيش نحكيو على القرارات اللي خرجها وزير الصحة بالنيابة البارح. الحادثة مازالت جديدة، والبارح برك معناتها طلع التحليل مع العشرة نتاع الليل. دونك مازال فما جلسات باش نقوموا بهم، ومازال معناتها خلية الأزمة مازال باش تنعقد ونشوفوا شنو مسار هالحكاية هذه. لكن اللي حبيت نقوله راه أني مش حمل المواطنين المسؤولية، ولكن حبيت قلت لك نستثمر الحكاية اللي صارت. كيفاش نستثمرها؟ أولا العباد لازمها ترجع تلتزم، الناس لازمها في المخابز في القهاوي في الكل يلزمها تعرف كيفاش تتصرف مع الحرفاء نتاعها، ويلزم الناس الكل تثبت شكون لابس كمامة وشكون المحافظ واللي معناتها جاي من الخارج ولا مش جاي من الخارج، وتسأله قداش عندك جاي وتعس على روحها هي. لكن زاد الاستثمار الاخر اني يعني كسلطه محليه، ليه مادام هو نورمال مول اللي جينا المحليه راهي ترصد الناس اللي جايين في الخارج من المناطق، فما قائمه اسميه في العبيد هذاك شكون نقولوا هذاك شكون نقولوا شنو نقول لك انه احنا كسلطه محليه راهو ما توصلناش مثلا كيف ما هو خرج من الحجر الصحي وصحح على روحه، ما يوصلناش احنا كسلطه محليه حتى شيء باش نبداو على البال به. معناتها احنا مش عندنا حتى مركز الإيواء كيف خرج الراجل هذايا، انتم ما في بالكمش اللي هو خرج. اني نحب نوصل هالمعلومه هي، معناتها احنا كسلطه محليه نحبوا التنسيق بين السلطات الجهويه بين مركز الإيواء. عباد كيف ما هذوما انت عندك في المركز مجموعه من العباد اللي مثلا قاطنين في تبلبه، ما نقولوش حتى تبلبيه، نقولوا القاطنين في تبلبه، ينجم يكون مش تبلبي اما يسكن في تبلبه، يلزم كسلطه محليه تمدنا بالقائمه الاسميه نتاعهم، ونهار اللي واحد فيهم صح على روحه باش يخرج باش داره يا سلطه محليه راهو الشخص هذاك في دار وتعلمنا صحيت، باش احنا نوليو ناخذوا التدابير اللازمه ونوليو نكلموه ومعناتها نراقبوه ونتصلوا به ونعسوا. ما نقولوش نعسوا، اما على الاقل المتابعه تابعوه، خاطر نحن نحكيو على العزل الذاتي اليوم والمتابعه. اما كيفاش المتابعه تصير يا اخي؟ باش نحطوا له بوليس قدام باب داره باش نخليه ما يخرجش، ولا باش نحطوا له بوليس قدام باب البيت اللي هو ساكن فيها؟ نحب نكون عمليه، بالضبط عمليه، راه ما نجمش نحط بوليس، لاهي من وظيفتي نحط بوليس، لاهي من سلطتي، هذاك دور السلطه الامنيه، وما نجمش اني ندخل فيه. اني كبلدي شنو عملت؟ عملت رقم اخضر 50 610 002، اي انسان عنده معلومه عنده تساؤل عنده حاجه يكلمني عليه، واني في المقابل كبلدية الرقم هذاك عاملته باش نتصل بالعباد هذوم. هل انت ملتزم؟ اكش مريكل تحبش نوصل لك قضيه حاجتك شي بحاجه صحتك هيش مديقل عندكش علامات جديده؟ وديجا المرحله الاولى لما ربحنا ومعناتها الحمد لله الحاله الوحيده اللي صارت ومعناتها كانت حاله واسعه وحاله ملتزمه على الاخر، ربحنا بك الرقم الاخضر هذاك. كيف كيف الرقم الاخضر في البريود الثانيه باش يعاون على الاخر؟ معناتها العباد اللي عنده حاجه ولا يشك في حاجه ولا عنده قريبه ولا عنده جاره راهو ماهوش تشهير، واحنا كيف تكلمني يعني على الرقم الاخضر باش نتحمل مسؤوليتي وباش نلتزم السريه الطبيه وباش نلتزم المسؤوليه الطبيه. مش كيف ما انت اللي تقول فيه الكل معقول، مدام ناس اللي تقول فيه الكل معقول ولوجيك تكتبوا على الفيسبوك
وتبدا تقول اسمه فلان الفلاني وعائلته فلان الفلانيه، ثم بالطبيعه هذاك يولي عنده تبعيات اخرى. حتى راهو مدام ايناس بربي للتوضيح، حتى لو كان يحطوا اسامي العباد المصابين على فيسبوك وحتى لو كان يتم الكشف عن هويتهم، راهو لعيب والحرام هذا مرض مرض يصيب يصيبني انا وانت والعباد، الناس الكل معارضين. لكن تعرف العقليه ريم كيفاش تكون في الحاله، لكن العقليه مش هكاك. مدام دورنا باش نوعيوا العباد ونفهموهم انه العقليه لازمها ساعات تتبدل، على خاطر هذا ماهوش عيب ماهوش حرام. الفيروس هذا نجم يصيب العباد الكل في العمر الكل والمستويات الكل الاجتماعيه وغيرها، وتبول بي ومش تبول بي، ومساكني ومش مساكني، دونك راهو العباد الكل معرضه للفيروس هذا. ما نحملوش الناس المصابين فوق حمل المرض، نزيدو نحملوهم زاد يدخلوا في حاله نفسيه خايبه. بالضبط. اني رئيس لجنه الصحه واني طبيب ما نجمش نغزل الحكايه بمنظور شكايه ولا قضيه ولا امنيه، نجم ننظرها كان منظور انساني بحت. دونك يلزمني ان نهدي الانسان اللي لاباس عليه اللي خايف على روحه وعنده ألف حق، ويلزم ندلو كيفاش هو يحمي روحه، في نفس الوقت يلزمني نعرف كيفاش نعمل لونتروتيان نتاع الانسان المصاب، ويلزمني يكون عمليه نلقى طريقه اني ننسق بها مع السلطات المركزيه والسلطات الجهويه باش نكون اني على علم بالناس هذوما اللي باش يشدوا ثيابهم. ربي سؤال باش نرجع على كلمه انت قلتها بكري، مازلت لجنه الازمه ما اجتمعتش وباش نشوفوا شنو باش نعمل؟ لا اجتمعنا ومازلت اجتماعاتنا متواصله. باهي ما نكثروش بالله في الاجتماعات مدام ايناس، على خاطر تعرف الليجان والجلسات نتاع الليجان عليها الليجان فوالا، باش ما ندخلوش فك الدوامه نتاع الليجان، خلينا عمليين. لا لا عمليين، خليت الازمه اذا كان سالته على خليت الازمه في الموجه الاولى تعملت توصلت قداش فعاله وعمليه، خليت الازمه في الكلبه وخليت الازمه تقول خليت الازمه راهو احنا مادام ماناش نحكيو نعرفوا الاطراف يا مدام، ونحنا ماناش نحكيو كان على خليه الازمه في طبلبه، نحكيو على كل خلايا الازمه في الجمهوريه الكل واللي جاي تنبثق عليها. اللي تنبثق هي زميلتي شنو حابه تقول، انه نقصوا شويه من الاجتماعات ربما اللي ما تفيدش. لا لا خليني نقول لك معلومه، لا في ضروره الموضوع كي نقولوا باش تنعقد جلسه مش بضروره الاجتماع، فما هو انتم توزكم جوستومون خاطر اديستونس، خاطر لازمكم تنقصوا زاد الاجتماعات والتباعد الجسدي. حبيت نقول لك انه في خليه الازمه من اهم الاطراف اللي معنا بخليه البلديه والمعتمدية والسبيطار، معنا المجتمع المدني مفهوم. اللي تمكن المجتمع المدني من بناء وحدة كوفيد في سبيطار طبلبة. يعطيهم الصحة، يعطيهم الصحة، وهذا كيما 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 اللي صار في البلاد الكل من الموجة الأولانية ولا الفترة اللي قاعدين نعيشوا فيها. نشكرك برشا مدام ايناس بوشهدة رئيس لجنة الصحة ببلدية طبلبة، تحية كبيرة برشا ليك وتحية للطبلبية اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم زين، ردوا بالكم على رواحكم، بربي نتحملوا شوية المسؤولية ونكونوا قد الالتزام وقد المسؤولية اللي يحطوه على كتفنا. العباد تكون العباد كل تقول نعملوا نعولوا على وعي المواطن، ما يصيرش خلينا يكون عندنا وعي برواحنا، ولا انت باش تحمي روحك قبل ما تحمي العباد الكل. بالحق نقعد نستغرب ان انسان كيفاش يخرج اليوم بلاش بافيت، ولا انسان كيفاش ينجم يكون موجود في بلاصه فيها تجمعات كبيره من العباد، راهو انت باش تكون عرضه وقتها للفيروس هذا. ان شاء الله ربي يبعد عليكم البلاي. اقعدوا معنا في الاستماع، مازلنا مواصلين معاكم قراءه للوضع الصحي شويه اخر نعملوها في المستير في ولايه المستير بعد الاخبار الجديده اللي تجينا، ووفاه جديده يتم تسجيل وفاه جديده اليوم لمراه من الحامه لكن مقيمه في المستير، نعطيكم التفاصيل شويه اخر مع مدير جهوي للصحه بالمنستير. خليكم نعملوا خليكم معنا، نعملوا طلع على الموسيقى ونرجع معكم من جديد لزوم 73. انتم تسمعوا في زوم 73 حتى نص النهار.